بتاع المرة اللي فاتت نفكركم بيه، حضرتك كنت بتدخل عدد المواد، تمام، اسم الطالب وعدد المواد اللي بيدرسها، انتر. عايز الراجل، تمام، يدخل المادة الأولى 54، المادة الثانية 65، المادة الثالثة 75، قال لك الإجمالي كذا والنسبة كذا. عايز يعرف تفنيطة المواد دي ايه؟ ال 64% دول، ال 194 جت منين؟ جت يا ابني من الدرجة انت دخلتها. طب انا مش فاكرهم، عايز اراجع الشغل، اراجع، عايز اراجع. يقول لي انت في مادة كذا جت كذا، مادة كذا جت كذا، مادة كذا جت كذا، تمام. هو يدخل كام مادة؟ يبقى محتاج، وقال دايما ثلاثة؟ لا، ما اعرفش، الله اعلم. محتاج لستة تشيل مين؟ المواد اللي انت يا جماعة خليك معايا ساك موبايل، يا جماعة سيبوكم الموبايل، انتوا دافعين فلوس في الكورس مش جايين ببلاش، ووقت وبالليل، يعني عارف لو الصبح مش هقول لك حاجة، ومصاريف رايحة ومصاريف جاية، وأيام مهببة داخلين عليك وإحنا فيها. فبعد إذن حضراتكم، أنا مش ما بحبش أحرج حد والله، أنا لو عليا أنا ماليش دعوة، يعني ما أقصدش جهاد بعينه على فكرة، لا خالص. أنا لو عليا أقول أنا مالي، أنا بشرح واللي عايز يحضر يحضر، واللي عايز يفهم يفهم، ماليش دعوة. بس بصراحة أنا مستحرم والله، والله حال الدنيا بقى مهبب ب 60 نيلة والله العظيم. ال2000 بتوع الكورس دول صدقني انت بتشتغل صح، وعارف يعني الفلوس تيجي ازاي، فالدنيا بقت صعبه جدا. فحافظ على اي فلوس، وحافظ، واي فلوس تدفعها تبقى تدفعها في محلها بصراحه في خلال الايام المهببه دي. ده انا رايح اجد، رايح اغير زيت 750 جنيه والله العظيم، ثلاثه كنت بغير زيت العربيه ب 400 جنيه بالفلتر بكل حاجه 750، ومش عاجبه الراجل كمان يعني بعد خناقه يعني. فمعلش حاولوا بس تجدعنوا اليومين دول. زيت ايه؟ زيت توتال. لا بس انا لازم احط توتال عشان النوع، عايز توتال 10000. اه 10000. ايوه 10000. انا استغربت، بس انا ما بحطش ال عادي بكام؟ 1000. ايه؟ كام 1000؟ اللي هو ال 3000 بكام؟ الخمسة بياخد 550. طب ماشي، لما 550 في 5، طب ما احط 750 في 10. انت ذكي الصراحة. بس لا يعني ده يعني بيحرق بسرعة توصل. لا مش كده، بيعمل يعني، هو بيعمل السيارة كلها يعني، بيحط الزيت والكلام ده. ايوه انا اقصد بس الخمسة يبقى ب 10. بقول لك يعني الدنيا يعني بقت اوفر، وبقت قرف، وبقت حالة صعبة يعني بجد يعني. فحاولوا معلش ايه تخلصوا. المهم الفكرة بقى، عايزين نعمل ايه؟ انا عايز اعمل شاشة بعد ما اليوزر يخلص، عايز احط زرار هنا اهو، او هو نفس الزرار ده احطه هنا كده، افك دي خالص تمام، واعمل لها ماتش بيرنت. تمام، واقول هنا شو ديتيلز. اول لما الراجل يدوس على دي يروح لشاشه تانية فيها قائمه بالمواد اللي هو كتبها عشان يراجع شغله. فاهم انا عايز اعمل ايه؟ معايا يوسف؟ عايز اعمل كده، عايز اول لما الراجل بعد ما يخلص يدوس على شو ديتيلز، بعد ما يدوس على شو ديتيلز يروح للشاشه الثانيه. الشاشه الثانيه دي في ايه؟ لستة بالمواد. طب اعمل الشاشه الثانيه يا عم اهو، رايت كليك على اب نيو، طبعا دي لو مش ظاهره من قائمه فيو يا يوسف عشان ما كانش عندك ظاهره. تولز بروجكت اد نيو اكتيفيتي جاليري، وتروح مختار امبتي نيكست، سميها ديتيلز اكتيفيتي، فينيش. ايه؟ لا هنعملها، هنعملها، نشتغل على الحاجات دي بس واحده واحده. تمام، الليسته دي حضرتك بعد ما تعمل لها تحميل كده هتنزل فيها حضرتك اداه جديده كده اسمها، نحمل بس ثواني، ليست فيو. السيرش مانو ليه مش شغال؟ ماشي، هات ليست فيو. وير وير اهي ليست فيو. الليست فيو هنسميها ال اس تي سبجكتس. الليست فيو دي بتتلاقوها كتير جدا، قائمه الكونتاكت دي ليست، قائمه الواتساب دي ليست، قائمه الفيسبوك ماسنجر ده ليست، الفيسبوك ذات نفسه ليست. خدت بالك؟ الليسته فيه طريقتين للتعامل معاها، طريقه السيمبل ليست
اللي هو طريقة التعامل العادية الافتراضية، الشكل اللي بيتعرض جوه الليستة، احمد ركز، الشكل اللي بيتعرض جوه الليستة، الشكل الافتراضي اللي هو تحت بعض كده، والرول واحد بيعتبر بلق واحدة، يعني سترنجاية واحدة. يعني مش فاهم، يعني حضرتك لو عملت كده شنودة، تمام، مبرمج مرتب 1500، أحمد مبرمج 2000، أنطونيو محاسب 3000. لو جيت قلت لك هات لي رقم 2، قلت تقول لي اهو هات لي المرتب، هتقول لي أحمد مبرمج 2000. يا عم المرتب أحمد مبرمج 2000. طب هات لي الاسم أحمد مبرمج 2000. طب هات لي الوظيفة أحمد مبرمج 2000. ما يقدرش يفصل، بياخد دي اكنها ايه؟ استرنجايه واحده، ياخد دي انها استرنجايه واحده. يا طارق على ميعادنا يا باشا، على ميعادنا 10:30 ان شاء الله. ماشي. فهنا بياخد الرول واحد استرنجايه واحده، ما تقدرش تتحكم. لو واحد يقول لي لا الكلام ده مش صح، اقول لك في الحاله دي صح. تقول لي ليه مش صح؟ هتقول لي عشان انا عندي على الواتساب اقدر اخش على الصوره بس لوحدها واجيب الصوره، صح ولا غلط؟ واقدر لو دخلت عليها كلها اجيب المسج، صح؟ يعني معنى كده كل واحده لوحدها، الصوره لوحدها اوبجكت واقدر اتعامل معاها كانه صوره، صح ولا غلط؟ ده طبيعي. قال لك طب وحتى في الايه؟ في جوميا وسوق تلاقي صورة المنتج، اسمه، سعره، ريتنج بتاعه، صح؟ تقدر تعمل له ريت، تقدر تخش على الصورة بس، خدت بالك؟ في اول اكس لو دخلت عليها تلاقي الصورة والاسم ورقم التليفون، لو دوست على التليفون بيتصل، صح ولا غلط؟ يعني كل واحد ايه؟ سبريت لوحده منفصل، صح؟ دي بقى ليها تعامل تاني دي بقى، عشان كده قلت لك الليست ليها تعاملين. تعامل تقسم الليست على مزاجك، كل صف في الليست على مزاجك، يعني عايزك تظبط فيزيتا. برنامج حلو على فكره، برنامج حلو كشغل، مش اقصد كبيحجز مش بيحجز مش عبيد، مش دايما خلاص بقى احنا اتفقنا تبص على البرنامج من ناحيه ومن وجهه نظر مبرمج، مش وجهه نظر يوزر خالص. انت دلوقتي اي برنامج هتسطبه عندك سطبه عشان تبص على طريقه برمجته، طريقه شكله، طريقه الديزاين بتاعه، تبص من وجهه نظر مبرمج. اما لو انت هتبص من وجهه نظر مستخدم، سريع ولا مش سريع، متوفر فيه دكاتره كتير ولا لا، دكاتره قريبين مني ولا لا، ده وجهه نظر مستخدم، دي مالناش دعوه بيها خالص. بص للحاجه دلوقتي من وجهه نظر مبرمج، هتلاقي الشكل شيك جدا، طريقه التعامل كويسه، الليسته عاملها كبيره جدا، اسم الدكتور والتفاصيل بتاعته وصورته هنا وتليفونه والريتنج بتاعه ومواعيده، الليسته عاملها كبيره. فكل صف في الليستة مقسمه على مزاجك، كل صف عندك. اقول لك ليه تهرب بعيد ليه؟ الفيسبوك مش بتقعد تقلب كده؟ الليستة دي على فكره كل فايق صورة البوست والتاريخ بتاعها والبوست ذات نفسه ولايك وكومنت، صح ولا غلط؟ مع كل واحده كده، صح ولا غلط؟ اهي كل صف في الليستة مقسم الليستة على مزاجك. هل الفيسبوك كلها بارك على بعضها؟ لا، ده اكبر دليل الفيسبوك لا مش بارك، لايك لوحدها واللايك فيها اختيارات والكومنت لوحدها. ازاي تعمل الحركه دي؟ ودي اهم حاجه في الكورس كله، اصعب محاضره في الكورس كله، وانا قلت لكم قبل كده اصعب محاضره في الكورس كله الليسته دي. ولو بصيت، لو بصيت على الليسته دي، الواتساب شغال بيها، فيسبوك ماسنجر شغال بيها، سوق وجوميا، الانستجرام، تمام، كل البرامج الجوميا، بوكينج، تمام، فيزيتا، كله معتمد على الموضوع ده. وتخش على الليسته تجيب تفاصيلها، وتخش على التفاصيل تجيب مش عارف ايه، لسه بتسلم لسه، تمام. ده اهم حاجه في الكورس في الحته دي، واصعب محاضره فيه ده بكلام العملاء كمان يعني، وعندنا في الطلبه دي تقول لك دي اصعب حاجه، فهي عشان مهمه جدا. وعمرك ما هتلاقي ابلكيشن ما فيش ليست او الجريد فيو كده، ما هي برضو التعامل مع بعض يعني. جوميا جوميا عامل الاثنين، تعرض الداتا كده او تعرض الداتا ليست. عارف مين اللي عامل كده برضو؟ انستجرام. نخش على السيرش، الصور العادية مقسمها جريد فيو والسيرش برضو. عارف برضو اللي عامل كده؟ اول اكس لما تعرضه على هيئة ايمجز، صح؟ عاملها كده جريد فيو،
فهتلاقيه مفيش ابلكيشن بيخلو الموضوع ده. طبعا احنا مش هنخش فيها دلوقتي عشان دي تدابيز وهيصه، بس هنعملها، ده لازم نعملها باذنك يا رب. انا الحته بقى بتكلم فيها حاليا الحته دي، ان السيمبل ليست العاديه ان بياخد الداتا كلها كانها ايه بلق على بعضها. احنا هنسجل المواد، الماده برمجه جاب 66، داتابيز جاب 83، تيجي تقول له اديني الدرجه يقول لك داتابيز 83، يا عم اديني الدرجه بس، يقول لك لا ما اعرفش، بياخد الرؤى كانه سترنجايه واحده، عشان طبعا عيبها في كده. بس الاول ازاي نتعامل مع الليست الاول ونعرف نتعامل معاها ازاي. طيب عملنا الليسته وسميناها، عشان تتعامل مع الليسته، الليسته دي هتشيل بيانات، انهي بيانات؟ اليوزر بيدخلها اللي هي ايه وايه؟ السبجكت نيم والديجري. اللي بتخش في الاكتيفيتي الاولى ولا الثانيه؟ الاولى، وعايز اظهرها في الثانيه. انا دلوقتي عندي اثنين اكتيفيتي، واحده بيدخل فيها الداتا تمام، وبعد ما يدخل الداتا عايز اظهرها فين؟ في الثانيه. طب انت هتدخل كام ماده يا استاذ يوسف؟ وهل دايما اثنين؟ يبقى ما تعرفش، يبقى اري. يبقى نعمل ايه؟ اري. اري ليست ولا العاديه؟ الري ليست. ممكن الري عاديه وممكن الري ليست، بس يفضل الري ليست. عشان ايه؟ بلاش ده. طيب يبقى رقم واحد، تروح داخل في المين اكتيفيتي اهو، بعد عمليه ادخال الدرجه والاسم، الدرجه اهي، الايديت تكست على الدرجه، فين الايديت تكست على الاسم؟ مش عاملينه، نعمل له واحد عشان انت محتاج الدرجه والاسم اهو. صابني صبني. بعد ادخال دي هعمل اري ليست. قال لك تسال نفسك الاري ليست اللي هتعملها هتشيل داتا. طب هتشيل داتا من المين اكتيفيتي وتوديها لفين؟ توديها لفين؟ هتشيل داتا من المين اكتيفيتي، وبعد ما تشيل توديها فين؟ للليست، للاكتيفيتي الثانيه. يعني معنى كده الاري ليست هتشتغل على كام شاشه؟ لما يكون متغير يشيل قيمه من شاشه ويوديها لشاشه ثانيه، لازم المتغير يبقى بابليك. لازم المتغير يا يوسف بابليك، ده يعني عام، زي ما قلت لك قبل كده المره اللي فاتت، لو قلت القلم ده برايفت ما يخرجش بره القاعده، لما اقول القلم ده بابليك ينفع يشتغل في كل قاعات المركز. نفس الكلام لو عندك داتا عايز تشيلها من شاشه لشاشه، غصب عني وعنك لازم المتغير اللي هيشيل الداتا من شاشه لشاشه يتعرف نوعه ايه؟ بابليك. طب يتعامل ازاي؟ اروح جاي كده اطلع فوق خالص واروح كاتب كده بابليك استاتيك. ايه استاتيك دي بقى؟ طب بابليك وعرفناها، استاتيك معناها ان لما تكون المتغير متعرف متغير من نوع استاتيك، لما ياخد قيمه من شاشه ويروح بيها شاشه ثانيه بيقدر يحافظ على اخر قيمه وصل لها. يعني مثلا المتغير ده كان 10، لما في الشاشه الاولى زاد عليه 10 بقى 20، لما يروح للشاشه الثانيه يروح ل 20، فبيحافظ على اخر قيمه وصل لها. الاري ليست بنعمل ليست من نوع سترينج. لما نيجي بقى نتعامل مع الاري بالطريقه الليسته بالطريقه اللي على مزاجك، مش هقول من نوع سترينج، حاجه ثانيه خالص، بس خليك فاكر الكلمتين اللي قلتهم دلوقتي. وهنسميها داتا يساوي نيو اري ليست. كده مين اللي هيشيل الداتا؟ الداتا المتغير اللي من نوع عايز تشيل فيه مين ومين؟ اروح جاي هنا كده اقول الداتا دوت اد التكست سبجكت نيم دوت جيت تكست، هات القيمه اللي دخلت جوه دوت تو سترينج بلس تي اكس تي ديجري دوت جيت تكست دوت تو سترينج. اتفضل يا باشا. احنا اللي اسفين والله، معلش معلش. يبقى انا كده قلت داتا دوت اد دوت ايه اللي هتضيفها جوه الاري ليست؟ اسم الماده ومين ودرجه الماده، وما بين كل واحده واحده سلاش. كده مين اللي شال البيانات؟ عايز اروح احطها في الليست فيو الشاشه الثانيه. قال لك طيب ماشي، الليسته دي اسمها ايه؟ عشان تتعامل مع اي عنصر على الشاشه لازم تعرف متغير من نفس نوع العنصر اللي هو من نوع، ولازم اعمل لها انشاليزيشن في الكونكريت، ده الوضع الطبيعي اللي احنا بنتعامل بيه دايما. find view by id r.id.lst. تمام جميل. طيب ده رقم واحد. تعالى بقى الليسته دي يا باشا، لما بتشيل بيانات بتشيل بيانات
من الري ليست. طيب بس ما بتتعاملش مع الري ليست بشكل مباشر، ما بتتعاملش مع الري ليست بشكل مباشر. امال قال لك في حاجه في النص اسمها الري ادابتر. الري ايه؟ الري ادابتر دي فايدتها تنظيم ظهور الداتا داخل الليست فيو. تنظيم ظهور الداتا داخل الليست فيو، عشان في ناس تقول لك الري ادابتر دي بتشيل بيانات. لا ما بتشيلش بيانات، ده بتنظم ظهور الداتا داخل الليست فيو بس، دي فايدتها كده. علشان كده لما نيجي نشتغل قدام ونعمل الليست زي بتاعت الواتساب، الري ادابتر هي اللي هتبنيها على مزاجك انت. الداتا كده كده هتجي لك من الداتا بيس كلها، انت بقى اللي تقول الصوره تتحط هنا والسعر يتحط هنا والاسم يتحط هنا ورقم التليفون يتحط هنا. خدت بالك؟ هتعمل الري ادابتر على مزاجك. كما احنا دلوقتي بنستخدم الري ادابتر للبلت ان جوه مين؟ جوه الجافا، جوه الاندرويد. يبقى معنى كده الداتا موجوده في الري ليست اسمها داتا، وعايز تديها للليست فيو اللي هي الاداه اللي قدامك. قال لك ما بتشيلش اداه داتا، امال ما بتشيلش من نوع الري ليست. قال لك في حاجه في النص اسمها الري ادابتر. الري ادابتر تاخد منين؟ وتدي لمين؟ تدي مين؟ ليست فيو. بمعنى كده ليست فيو تاخد من مين؟ من الري ادابتر. نعملها ازاي؟ قال لك عرف متغير من نوع الري ادابتر. اهو الري ادابتر، سميه اي اسم ادابتر يساوي نيو الري ادابتر. الري ادابتر محتاجه ثلاث حاجات تعرفها. واحد الشاشه اللي انت فيها تقول له زيس. اثنين طريقه العرض اللي هتعرض بيها، قلت له طريقه العرض العاديه عشان انا مش هشتغل بمزاجي، انا لسه بقول يا هادي في ليست فيو. فطريقه العرض العاديه بكتب كلمه اندرويد دوت ار دوت لاي اوت دوت سمبل ليست ايتم 1. دي طريقه العرض. طريقه عرض بلت ان داخل الاندرويد اللي هي بيعملها صف صف وكل صف سترنجايه واحده. ثلاثة، رقم ثلاثة تعمل ايه؟ قال لك الداتا اللي هشيلها. قلت له الداتا اللي هتشيلها كل ده الري ادابتر هجيبها منين؟ اللي فين؟ اللي موجودة في المين اللي اسمها ايه؟ داتا. قال لك اكتب داتا. قال لك مفيش حاجة اسمها داتا. قال لك ليه يا عم؟ قال لك الداتا دي موجودة في أنهي شاشة؟ في شاشة المين. يبقى طالما موجودة في شاشة تانية عشان تأكسس على متغير في شاشة تانية اول حاجه لازم تتاكد ان هو بابليك ستاتيك، عاملينه بابليك ستاتيك. طب عشان اكسس عليه اكتب اسم الشاشه الثانيه دوت زهره دوت داتا. يبقى كده الاري ادابتر خدت الداتا اللي من لنا الاري ليست اللي في جوه المين. كده مين اللي شال الداتا؟ اديها ال اس تي دوت سيت ادابتر. ادابتر يبقى انا كده اديت الادابتر للليستة عن طريق خاصيه اسمها ست ايه؟ ادابتر. تمام؟ نعمل رن. بس قبل ما نعمل رن المفروض الزرار ده اهو لما ادوس عليه يحصل ايه؟ يروح لمين؟ لشاشه الديتيلز. فين البي تي ان راندوم؟ اهو. وقف الليله دي كلها. خلاص شرحنا الراندوم واروح قايل ستارت اكتيفيتي نيو انت عشان اتنقل من شاشه لشاشه. ستارت اكتيفيتي خدنا اللي خدناه بجد. طيب عشان نتنقل من شاشه لشاشه عندي حاجه اسمها انتنت. طب عشان تفتح انتنت، طب عشان تفتح الكاميرا يا يوسف بانتنت، طب عشان تفتح الكونتاكت بانتنت، طب عشان تفتح الاستورج والجاليري بانتنت، عشان تفتح البلوتوز بانتنت، عشان تتنقل من شاشه لشاشه بانتنت، عشان تفتح موقع تاني بانتنت، عشان تفتح ابلكيشن تاني بانتنت. يعني كل التعامل مع حاجات خارجيه بايه؟ مع اختلاف بقى الاكشن بتاعك. هيفتح كاميرا ده نوع، هيفتح ويب سايت ده نوع، هيفتح بريتوز ده نوع، هيفتح الجاليري ده نوع، هيفتح الشاشه ده نوع. احنا هناخده بايه دلوقتي؟ يفتح شاشه. بس اي تعامل مع حاجه خارجيه دي حاجه اسمها ايه؟ انتنت. اسميها ناجي يساوي نيو انتنت. قال لي اديني حاجتين، اسم الشاشه اللي هتنقل منها واسم الشاشه اللي هتنقل ليها. اللي انا هتنقل منها اسمها دوت زيس، اللي هتنقل ليها دوت كلاس. يبقى اللي هتنقل منها دوت زيس، اللي هتنقل ليها دوت كلاس. تمام كده؟ كده خلاص. مين اللي هيشيل التنقل من والى؟ ناجي. اروح قايل يا عم ناجي ابدا اتحرك عن طريق ستارت اكتيفيتي. تمام؟ يبقى ده اي تعامل مع اي حاجه خارجيه بانتنت، مش عايزين حفظ،
عايزين فهم، يجي يقول لك تعامل مع الكاميرا بانترنت. حتى لما تيجي تبحث تمام في جوجل، تبحث على طول بقى انت عارف المعنى خلاص. تفتح كاميرا انت، تفتح كنت عامل لما الواتساب تفتح كده يقول لك افتح الاستورج الجدل ده انت، مش بيدوس على الواتساب يفتح الكاميرا انت، مش بقدر اعمل كونتاكت افتح الكونتاكت انت. كل اقدر افتح يعني انا ممكن اخليه من الابلكيشن بتاعنا وهنعملها، نفتح الواتساب، تفتح الواتساب من الابلكيشن بتاعك على طول، دوس على زرار يفتح لك الواتساب. طب ما اقول لك مين اللي عاملها الكونتاكت عاملها صح غلط؟ الكونتاكت عاملها لما دوس على اسمك وانت مرتبط بواتساب، ادوس على المسج واتساب الاقيك فتح لك الواتساب. فالكونتاكت رابط مع الواتساب. عشان تفتح اي ابلكيشن تاني المهم تعرف حاجه واحده بس منه، الباكج نيم بتاعته ليه ده. وهتلاقي ثلاث ارباع الابلكيشن كوم دوت اكزامبل دوت كذا، الواتساب دوت واتساب. لو كنت عايز تجيب اي اسم ابلكيشن باكج نيم فور واتساب، باكج نيم فور فيسبوك، باكج نيم فور مش عارف ايه، باكج نيم فور، عشان تقدر تتعامل مع اي ابلكيشن متسطب على جهازك من الابلكيشن بتاعك. فده بيتسمى انتنت. احنا هنعمل الانتنت البسيطه ان هي بدايه الانتنت، تنقل من شاشه لشاشه. طب واحد يقول لي طب مناجي بيسوي كل الكلام ده، قلت له اه فعلا. طب ايه بقى وجع الدماغ؟ طب ما اخد دي وامسح ناجي واحطها وشيل من دي خالص. اقول لك صح، ما هو ناجي اهو، مش ناجي كان كل ده صح ولا غلط؟ مش ناجي كان كل الكلام ده، هو اللي شايل من وإلى. طب ما انا امسح ناجي خالص، ما هو ناجي بيسوي الحاجات دي، اخد دي واحطها مكان ناجي وسيبك من الهيصه دي. اقول لك صح على طول ورايح نفسك. نعمل رن، واحد بقى ينزل له وتاخد منه ليه فيديوهات. انت هتتعب معانا، ما هو مش دايما انت بقى مين اللي عامل لي مره اللي فاتت عملها. ايه ما هو مش انا، ما بجيبش اللاب مره. يبقى انت اللي هتعمل بقى. يوسف المره اللي فاتت بقى طبعا دينا طالع فوق ليه؟ ندوس دي كده انفرا كونسترينت ران. ما هو في شاحن تحت في الجارد، ما تقلقش، خش كوبايه شاي كده وظبط نفسك وقعد تحت والجارد الحلوه اهو. في شاحن لللاب تحت يعني؟ في في الجارد اكيد. لا ما انا معيش الشاحن بتاعه، ممكن تلاقيه. اه بص كده ثلاثة داتابيز، 75 جافا، 87 الجوريزم طبعا علاء يظبط الدنيا، 100 خلص تمام. شو ديتيلز ما شاء الله، مش شايله حاجه. بص هي شايله بس العلامه، تعال نشوف ليه بقى الديتيلز هنا مالها. فين هنا السطر اللي شايل الداتا اهي، الاداه اهي دي تتاخد كات وتتحط جوه هنا جوه النكست سبجكت جوه الزرار ده، عشان تتنفس كم مره؟ اكتر من مره، ثلاثه. وكل مره ياخد الدرجه الجديده بمدى احنا كنا حاطينها بره هنا، بره زرار النكست سبجكت. شايف المكان يفرق، كنا حاطينها بره الزرار بتاع النكست سبجكت. مع العلم هو المفروض مع كل ماده ياخد الدرجه اللي دخلت الماده اللي دخلت. جرب ثلاثة داتابيز 50 جافا داتا ستراكشر ثمانية وسبعين شو ديتيلز. خدت بالك الليست اهي، ده الشكل الطبيعي بتاعها. كل واحدة من دول سترنجية كاملة على بعضها، ما تقدرش تطلع الدرجة لوحدها، ما تقدرش تطلع الاسم لوحده. خدت بالك؟ خد داتا من شاشة وحولها لشاشة تانية. عشان تتعامل مع الليست فيو، واحد لازم تعرف متغير من نوع الري ليست، اتنين تعرف متغير من نوع الري ادابتر، ياخد الداتا منين؟ من الري ليست، وبعد كده الليست فيو تاخد من الري ادابتر. تمام؟ ده السيكونس اللي بتتعامل بيه مع الري ليست. عندك تو اكشن بيتعاملوا مع الليست فيو،
تو اكشن يعني ايفنت يعني حدثين. حدثين مهمين جدا. حدث لما اضغط كليك على الايتم ده حدث يحصل ايه؟ ده اسمه اون ايتم كليك. ده انا بعد كده هنعملها عشان لما اضغط على دل يجيب لي كل منتجات دل، او اضغط على في فيزيتا مثلا تضغط على تخصص الجراحه يجيب لك كل دكاتره الجراحه. تمام، ده اسمه اون ايتم كليك. حدث تاني برضو مشهور لما تضغط ضغطه طويله اسمها اللونج اون ايتم كليك. ساعات لما تضغط على الكونتاكت ضغطه يحصل ايه؟ يتصل بيه. لما تضغط ضغطه طويله يقول لك انت عايز تحذفه ولا تعدله، صح غلط؟ فكل حدث مختلف عن التاني. طيب تعال ناخد الحدثين دول، على الليسته. الليسته اسمها يا رجاله خلاص هنقفل اهو. انا عارف احنا خدنا حاجات كتيره بس والله احنا عايزين ننجز بسرعه في الوقت. يعني كل مره كنا بنتدلع، لا بصراحه النهارده انا عارف احنا خدنا اربع دروس ولا ثلاث دروس ورا بعض ولسه بقى الداتا بيس، فاحنا عايزين ننجز عشان نكسب وقت. الليسته اسمها ايه؟ اروح على ال اس تي دوت سيت اون ايتم كليك ليسنر، وعندك حاجه اسمها ايه؟ لونج اون ايتم كليك ليسنر يساوي نيو اون ايتم كليك ليسنر. الكود بتاعك هيتكتب هنا. طب حضرتك لو ضغطت هنا ضغطت على انهي واحده؟ على اول واحده. طب دي انت شايف بعينك ايه؟ العين بقى بتاع المستخدم بتاعت المبرمج او بتاعت الابلكيشن ده هي الاي دي. الاي دي هو بيشيل رقم الاندكس للحاجه اللي انت ضغطت عليها. فانت عايز تقول له ايه؟ هات لي الليست او الداتا بتاعت الرو اللي انا ضغطت عليه. طب انا اعرف منين انت ضغطت عليه؟ طب انت هتقول لي طب ما انت هنا واضحه زي الشمس اهو على التالت. اقول لك انت شايفه بعينك. ايه العين بتاع المستخدم؟ عايز البوزيشن، هو ده الاي دي. وهتلاقي في اندرويد ساعات بيسموها بوزيشن مش اي. ساعات تلاقي المتغير ده اسمه بوزيشن. تمام؟ فانا اقول له لما اضغط عليه عايزك تطلع لي توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن بالحاجه اللي جوه الصف اللي انت ضغطت عليه. اجيبها منين؟ قال لك اكتب اسم الليست دوت جيت ايتم اد بوزيشن. جيت ايتم اد ايه؟ قال لك اديني الرقم العنصر اللي هتدوس عليه صفر. ده معناه ايه؟ دائما وابدا هيديك اول واحد. اما لو قلت جيت ايتم اد بوزيشن بوزيشن يبقى يجيب ايه؟ البوزيشن بتاع اللي انت دوست عليه. بعد كده توست دوت لينس لونج دوت شو. طبعا هنا غلط ليه؟ لازم تحط علامه في الميه بعد. تمام، رن كده. كل ما اضغط على حاجه يطلع لي توست بالداتا اللي جواها. اي حاجة تلاتة اي داتا بقى شو خدت بالك؟ دوس على اخر واحدة خمسة دوس على اول واحدة. ده في حدث ايه؟ الاون ايتم كليك. في عندي حدث تاني اسمه ايه؟ اللونج دوت set on item long click new on item long click. طيب ده كلام جميل. بعد كده عايز تعمل ايه؟ والله عايز تطلع الف دايلوج مثلا اس دوت بيلدر. طبعا اس يساوي نيو الف دايلوج. الشاشه اللي انت فيها اسمها details dot this. قال لي اول حاجه دوت سيت مسج او سيت تايتل ديليت دوت سيت مسج ار يو شور ديليت ذيس ريكورد دوت سيت بوزيتيف باتون يس. ولما ادوس عليه نشوفه يحذف. دوت سيت نيجاتيف باتون نو. ولما ادوس على نو نال مش هيعمل حاجه. خلصت. يبقى الاس دوت كرييت والاس دوت شو ران اوك.
طب ايه حكايه ترو فولز دي بقى؟ هقول لك عليها دلوقتي. بسرعه بقى مادتين وخلاص عشان نخلص، مش كل شويه نقعد نسجل. شو ضغطه طويله دي، كانت دخلنا ضغطه صغيره ضغطه طويله، كليك بالماوس شويه. نو ضغطه تانيه طويله. حد يعرف عمل ايه؟ لا مسك من نو وليز دلوقتي. ضغطه طويله نفذ الاثنين، الاون ايتم كليك والاون لونج، صح ولا غلط؟ قال لك طب ماشي تعال نجرب لو عملنا دي ترو وعملنا رن اللي هي جوه الاون لونج كليك، مادتين بسرعه والمادة الثانية ضغطة طويلة. طلع اللي تحت. يبقى ترو دي بتعمل ايه؟ بتنفذ الاون لونج فقط. لو عملتها فولز تنفذ الاثنين. طب افرض لو دوست يس عايزه يحذف من دي، قال لك يحذف من الليست، قال لك لا من الاصل الاري ليست، صح ولا غلط؟ يبقى لو قلت داتا اللي هي المين داتا دوت داتا، صح؟ دوت ريموف، قال لك اديني العنصر اللي عايز احذفه. اي لا مش اي بقى، الليستا دوت جيت ايتم اي دي اد بوزيشن، والبوزيشن اللي هو ده اهو. احنا ممكن هي دي نسميها بوزيشن ونريح نفسنا. بص يبقى لو قلت من هنا ريموف بص على طول، يبقى انا كده احذف مين اللي انا اعلم عليه كده اتحذف منين؟ تعمل ايه؟ ادي تاني للاري ادابتر، ادي التاني ادي الداتا مره تانيه للاري ادابتر، وبعد كده اديها لمين؟ فبالتالي الليست هتتجاب من اول وجديد. فاهمين؟ حذفت الاول من مين؟ الاري ليست، وبعد كده اديتها لمين؟ فديتها بعد الحذف ولا قبل الحذف؟ بعد الحذف. وبعد كده حرضتها لي لسه في ثلاث مرات تاني. طب واحد يقول لي ايرور ليه؟ اقف على ايرور. بيقول لك لا يجوز استخدام هذا السطر جوه اون كليك. اون كليك جوه اليرت دايلوج. يا نهار ابيض، انت بتعمل ايه؟ تاخد دي قط كده تتحايل على الموقف بمعنى صح، وتروح طالع لي بره الاون كرييت وتكتب لي برايفت فويد اي اسم، تمام؟ وبص البص دي عايزها. طيب هنضطر نعمل متغير اسمه بص، تمام؟ يبقى الكود ده جوه بلوك اسمه ايه؟ يوسف. اروح جاي نو واكتب يوسف، قال لي اديني البوزيشن، قلت له بص. يبقى انت كده اتحايلت على الموقف بسبب ان السطر ده لا يجوز استخدامه جوه اون ايه، فخدته وحطيته جوه بلوك كود. البلوك ده اسمه ميثود على فكره، هناخدها في اللوبي، تمام؟ وعرفت لها متغير، تمام؟ ورحت قلت حبيت انادي على الكود ده، ناديته بكلمه مين؟ بكلمه مين؟ اعمل رن كده ونجرب نشوف هل ريموف دي هتتشال هيشيلها مش هيشيل. اعتقد في حاجه اسمها ريموف اد، بس استنى ما نخلص دي شوف دي هتشتغل. ثلاث مواد AAA 75 BBB 85 FFF 78. طيب لو دوست على اي واحده من دول بيجيب لك، لو دوست ضغطه طويله على اللي في النص وقلت يس عمل ايه؟ حذف، تمام؟ لو دوست ضغطه طويله على دي وقلت يس، هو في الحقيقه ما حذفهاش من الليست فيو، هو حذفها من الاري ليست، والاري ليست بعد ما اتحذفت اديتها للاري ادابتر بعد الحذف، فبالتالي الاري ادابتر شالت القيم بعد التجديد، وبعد كده اديتها للليست فيو.
تمام. وعندنا تو اكشن، اكشن اهو اسمه ايه؟ اون كليك واون لونج كليك. الاثنين دول اكشنز مهمين جدا في الليست، وعدد ليهم مستخدمين كتير قوي مع اي حاجه، واخد بالك؟ وقف الفيديو ده.